يعني بالضغط يلي نحن عم نعيش، الضغط الاقتصادي وكورونا ودارين بالنا على حالنا وهيك، تعرف شو احلى شيء؟ احلى شيء الواحد هيك يجمل حاله. يجمل حاله ويتسوق ويجيب شغلات حلوه. فكيف اذا كانوا من صبيه هي مزوقه، بتضيف للقطعه جمال وبتضيف للثياب افكار ضمن الوان حلوه والموضه حلوه ايضا. رح نحكي اكثر عن الاكسسوارات وكيف فينا نستفيد منها ايضا مع مصممه الاكسسوارات ساره عبود. صباح يا ساره. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي كثير. صباح الخير ساره. صباح الخير. يعني ساره كل فتره هيك بتعملي لنا اطلاله جديده باكسسوارات جديده، نعرف هيك منك افكار عن الموضه، شو الموضه لهالصيف؟ هاي السنه كانت الموضه بالملون، يعني حاولت انه يكون هيك كثير الشغلات الملونه اللي نعتمد كثير على الالوان اكثر. كثير دخلت الزهر الفيروزي، هو كل سنه بيكون الفيروزي له كثير حصه كبيره بالصيف لانه العالم بترغبه اكثر، والصيفيه برونزاج وسمار وهيك، فكثير بيطلع يعني بيطلع هيك حلو مع على السطح. ساره البرونزاج ايه على السطح ما في بحر مسابس بس لا يخلو الامر يعني يعني حاولت انه ركز اكثر شيء على الالوان التركواز، نستخدم حجر الفيروز اكثر شيء، صرت ادخل شوي الزهري، رحت شوي لناح الاسود. خلينا نشوف هلا هون حاولنا هون ندخل حجار الروز كارت الزهري مع الفيروز، في حجار كريستال، في توباز الملون، بيجي اصفر بيجي زهر بيجي ازرق، فحاولت انه نختار مجموعه الوان تكون تلبق مع بعضها، بس انه نستخدمهم بطوق واحد يعني ما يكون عندي لون معين، فهو هيك بيعطي اطلاله فريش يعني يصير لحاله قطع يعني تماما. اذا لبست البنت كنزه ساده هو لحاله بيعطيها اطلاله تمام، لانه هو يعني مثل ما قلتي لحاله بيلفت نظر والوانه ملفتة، و يعني هيك بتكون هيك الإطلالة شوي صيفية. يعني خلينا نحكي هون عن حجر الفيروز، هلأ في كمان في أساوي، ولكن خلينا نحكي عن موضة عدة يعني سناسل تحت بعضها أو مع بعضها وبتلبق مع بعضها، مثل ما هون شايفين هون الحجر، هون في شيء من الحجر وفي الوردة هاي تمام، هون هاد واحد لا هن ثلاثة بس بينحطوا مع بعض. هي الموضة كمان كتير دارجة، هي كانت من سنتين تقريبا درجت كتير، اسمها يعني layered necklaces أو الطواق بأكتر من طبقة. هلأ أكتر شيء عم حاول ساوي إنه يكونوا ثلاثة لأنه بضل مقبول، في صبايا بتحب أكتر، بترجع لستايل الصبية وقديه هي مستعدة يعني إنه تكون إطلالات جريئة، فأحيانا بيكونوا الثلاثة أو كتير قراب أطوالهم على بعض، يعني بشرط يكون في هذا الفرق بالطول. بس هي بشكل عام الاطواق باكثر من طبقه هن كانوا موضه من سنتين ولساتهم لهلا حتى فيكي تحركي الكنزه اذا كانت ساده او بدك تكرريها كذا مره. هلا تغيري عليها الطوق بيمشي الحال بصير قطعه جديده. صح كمان ساره في شيء هيك دائما انت بتعمليه مميزه فيه اللي هو هدول القطع اللي اكثر من لون وداخل فيها النحاس، مع فينا نشوف الحلق عند الحلق فينا نشوفه ونحكي شوي شو الجديد اللي مدخلتيه السنه عليه. هلا النحاس هي السنه كانت كثير موضه التصاميم العريضه او الجريئه خلينا نقول، فيعني شفنا باكثر من مصممين كانوا عم يعني يستقصدوا الحلق الكبير الاطواق الكبيره، فحاولت انه نعمل شيء بالنحاس لانه اخف وزنه من فضة، فنحن بنقدر نعمل فيه قصص تكون كبيرة. هلا موضة انه يكون في اكثر من لون بالقطعة كمان كانت كثير من الموضة اللي دارجة هي الصيفية، بحيث انه نخلط اكثر من لون ونضل نقدر نلبس القطعة ما نتقيد، اذا انا لابسة فضي بلبس فضي واذا لابسة ذهبي بلبس ذهبي. بقدر اخلط لانه كثير عالم بالاكسسوار بتقول انا ما فيني مثلا اخلط اكثر من لون مع بعض، او صح. مثلا ممكن يكون لبسي نفسه فيه الزر مثلا لونه ذهبي، بقدر البس معه فضي او بقدر البس معه ملون. في كثير ناس بتخاف تتقيد، خلص صار ما عاد في مشكله. بتحب تروح على الكلاسيكي او شيء اللي بتقول ما بدي حدا يقول ليش هيك لابسه او غريب كيف ملبقته مع بعض. صح في عالم بتخاف يمكن انه تتجرأ تمام تاخذ هي الخطوه وانه يعني تخلط اكثر من لون للمعادن، بس هو
شوي عادي وطبيعي، وحتى صرنا نشوف طواق بعدة طبقات كل واحد كل واحد لون. يعني صرنا نشوف روز جولد مع الذهبي والذهبي مع الفضي يعني والبرونز تمام يكونوا ملبوسين سوا، الأساور حتى المحابس اجت فترة صار المحبس الواحد فيه أكثر من لون، فما عادت مشكلة يعني. فلهيك بحاول إنه أخلط هاي الألوان، بضل في هيك عدم تناظر يعني، هيك أنا بحسه هيك حلو أحيانا. أحلى شيء عدم التناظر. خلينا نشوف هالقطعة الناعمة يلي كتير حلوة. إيش حلوة هذا الخاتم بس وين؟ هون تلقينا لعبة أوكي لأنه حسيته صغير إنه بتكبر وينزغ كبر وبينزغ بيجي عائد سلمى أصابيعها صغار. يعني هي كمان كتير دارج إنه الطوق يكون أو السنسال يكون طويل كمان حتى لو كان واحد أو عدة سناسل مع بعضها. تمام هو السنسال طويل اللي بينزل بقلب قبة الكنزة اللي أنا لابسته أول شيء كتير بيعطي حركة ناعمة يعني لمعة خفيفة على الرقبة وبيعطيني حرية إنه أنا ألبس شيء تاني معه. يعني مثل هذا الطوق أنا كتير عندي مجال إني ألبس جوكر قصير معه أو شيء شوي طويل فما بيضربوا على بعض، وبنفس الوقت لحاله كتير ناعم وكتير بيحدد شكل الرقبة لأنه بيعمل مثل شكل الفي، فبصير أنت دغري بتطلعي على شكل الرقبة هيك يعني. بس مع الكورولا أبدا ما حلو؟ لا بده قبة مفتوحة يعني. تماما خلينا نركز عليه. يعني هذا اللي شايفينه أول شيء يعني مدخلة ثلاث شغلات، جلد مو جلد هاد ونحاس ولولو. تمام يعني نحكي شوي عن هيك تصميم ما انه سهل ابدا يعني، حتى المغامره في انك انت تدخلي كل هدول الانواع مع بعض ما سهله. هو طويل ولاففته هي اكثر من لفه. تمام بيضيق بقى معك كان عم بيقول كان عم يقول لي المخرج نفس لون الثياب. هلا انا محاوله نقلد شوي باللي انت ملبقتيه هي صدف بس كتير بس حلوة. محاولة اني لبق انه بتحسي هيك الوان بدها شيء من الطبيعة. تمام هلا هي بدها هاي الالوان شوي جرأة، بدها اللي نكون لابسينه شوي يكون هادي لحتى ما يضربوا على بعض. تماما لحتى يعني انا اذا تبين الطوق بلبس مثلا الوان شوي حيادية لحتى يضل النظر على الطوق وبنفس الوقت اللي عم بيطلع ما يحس في عجقة بالالوان. بس هو مثل ما قلتي سلمى انه هو يعني من التصميم الجريئة شوي، فيه اكثر من شغلة سوا. الجلد كان كتير موضة بالشتوية هي السنة ولساته بالصيفية، فكمان حاولت انه ادخله بطريقة معينة. هلا اللولو هو يعني هيك حركة ناعمة. بالشتاء انا كتير بحب استخدم اللولو، يعني بالصيف بحس الفيروز بالشتاء لولو اكتر. شوي يمكن لانه ثيابنا والوان ثيابنا بين الشتاء والصيف تختلف، فهون استخدمنا لولو وباروك ومع النحاس طلعناه بعدة ألوان مع الجلد يعني اخترنا له لون ذهبي. بس أكيد دائما فينا نعدل بالألوان، يعني ممكن حدا يحس إنه هذا شوي هيك زيادة جريء ألوانه ممكن يطلبوا جلد أسود مثلا أو فضي. تمام إيه أكيد حسب يعني بترجع لطبيعة الشخص دائما، يعني هي ستايل وكاركتير الشخص هو شو بيحب يلبس. يعني حتى بالإكسسوارات بتحسي إنه أنت شخص إذا بتشوفي أول مرة من حسب شو حاطة الإكسسوار فيك تحس انه هو رايق هادي خجول، يعني كتير بتبين جريء صح. صح سارة كتير درجوا الخواتم الصغار الناعمين بكل الأصابع. أول شي كانوا ذهب على شي سناسل بعدين فضة بعدين هلا عم نشوف خواتم عاديين انت حاطتيهم. خلينا نحكي بعدها هي الموضة دارجة كيف فينا نحن يعني في كتير عالم انه بتحب تحط بس ممكن ما يلبق او يلبق او هيك. تمام هلا هي يعني خواتم السناسل اكثر شيء انا عندي حريه انه احط اكثر من واحد بايد واحده، يعني ممكن احط انه اربعه حد بعض ممكن احط ثلاثه ثمانيه. هن كتير حلوين ولانه ناعمين كتير ما بتحسي حالك اول شيء انت متضايقه وما بيعجق انه شخص اذا عم يطلع يعني انه يحس في كتير شغلات بالايدين. احيانا قلت لك في شخص ممكن يلبس خواتم كتير كبيره بس هو كاركتيره هيك يعني انه عفوي او هيك ابو عجقه او هيك، فبتحسي انه كتير بيطلع حلو يعني انه لابقين له وعاكسين شخصيته صح. هلا يعني خواتم مثل اللي انا حاطهم هن شوي ناعمين وشوي مو ناعمين، فبس بحس انه ممكن ما كثير بيلبق لكل الصبايا انه يكون اكثر من اصبع اكثر من خاتم يعني بالاصابع. بس السنسله بالذات بتلبق للكل يعني لانه ناعمه ولانه الحركه اللي فيها بتكون صغيره ان كان رسمه ان كان حجر، فبتعطي هيك يعني بتضيف شيء على الايد حتى لو حاطين اساور يعني ما بيضربوا على بعض لانه هو ناعم. تمام اكيد.
يعني سارة اليوم هيك طلعنا على شوية اكسسوارات وعلى موضة جديدة، موضة الصيف، ان شاء الله بنستقبلك بحلقات جاية. كيف بدنا نحضر حالنا للشتوية؟ بنعمل اعادة تدوير لكتير قصص استخدمناهم بالصيف، كيف فينا نستفيد منهم؟ اكيد رح نستقبلك بحلقات جديدة. شكرا كثير يا سارة. ميرسي كثير لكم. شكرا لك سارة، ويعطيك العافية، وتضلي هيك عم تعملي موديلات حلوة كثير حلو. نحن نتفرج هيك نشوف قد في عنا صبايا عندهم افكار وعندهم ابداع، بيعملوا شيء يمكن ماركات عالميه عم بتضاهي ماركات عالميه. ما بعرف اذا كانوا هيك من حومس يعني. نحن حماسنا دائما دائما مبدعين عن جد. كبيره لاهلنا بحماس. شكرا كثير لكم. شكرا كثير. هلا سهلا.